يعلم الناس أن في سوريا شباب ورجال ونساء يستطيعون بناء بلد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضرور الحاجة الماسة التي تمر بها المنطقة الجنوبية ولا سيما من ناحية الخدمة الطبية، قمنا بفضل الله تعالى وبمساء أهل الخير بتطوير مركز في الجنوب السوري، زودناه بعض الاختصاصات النوعية وهي الأطراف الصناعية، العلاج الفيزيائي، بنك الدم، إضافة للعلاجات الأخرى. هذا الأمر تم بفضل الله تعالى أولا، ثم مساعي الخيرين من أهل سوريا. طبعا الحاجة ماسة لبعض المشاريع النوعية في الجنوب السوري، نأمل من كافة الهيئات والمنظمات التي لها شأن بهذا الموضوع أن تنسق فيه بينها لتخفيف معاناة أهلنا في الداخل السوري، وجزاكم الله عنا كل خير. اليوم قامت الكوادر الطبية بالإضافة للفعاليات الإعلامية والكوادر المؤسسات الفاعلة في المناطق المحررة من درعا بزيارة مشفى الإحسان الخيري في الغرية الشرقية من أجل افتتاح الأقسام الجديدة فيها. بصراحة انبهرنا بهذا الإنجاز الكبير وبهذه الأقسام الجديدة، حيث أنه تم توسعة المشفى بعدة أقسام جديدة مهمة، منها قسم الأطراف الصناعية هو القسم الوحيد الموجود في المنطقة أو المحافظة، بالإضافة للتنظيم العالي والجودة في هذا البناء والقدرة العالية لإدارة هذه المشفى في تقييم الوضع وإدارته. كما نشكر الجهات الداعمة لهذه المشفى منها الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ونطالب باقي المنظمات بدعم هذا الصرح الطبي المميز في المنطقة الشرقية من درعا.